هي مش في المغرب بس يا احمد، رايي في المغرب هي جزء اللي صاير في اللي صاير في 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 سويسرا، وايضا جزء من اللي صاير في القاهره الان. هذا كل اللي موجود الان هو يكرس لمرحله انتقاليه جديده. اذا كان الليبيين ما زال عندهم استعداد يتحملوا مرحله انتقاليه خامسه قد تصل من سنه الى خمس سنوات على غرار حكومه الوفاق والسرقه اللي صارت فيها والهم اللي صار فيه والقتل اللي صار فيه والحروب اللي صارت فيها، يلا خلينا نمشي في هذه المسألة.